عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في بيت من بيوت المسلمين إلا ربما تجد واحد معيون أو مسحور أو محسود، فأبشركم بفضل الله. سمعت أحد الدعاء عز الله خير يقول بفضل الله سبحانه وتعالى ما جاني مريض أو مسحور أو محسود أو معيون، ودليته على هذا الشيء إلا بفضل الله عز وجل شفاه الله. يقول بفضل الله عز وجل كلهم شفاهم الله عز وجل، والعلاج الحمد لله سهل وما يحتاج فلوس، وراح أقول لكم بإذن الله العلاج وأبشروا بالخير. العلاج هو أن تقول في الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح. حاول أن تقوله في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة. ترى في البداية يكون صعب وثقيل على النفس، لأن الشيطان لا يريدك أن تذكر الله، بإذن الله كلها أيام تتعود على. وأسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي. وهذا سبحان الله أحد الرقاة كان يقرأ على حرمة مريضة شفاها الله، فأخذ يقرأ عليها من القرآن إلى أن تكلم الجان الذي يسكن في هذه المرأة. قال خلاص أنا أخرج ولكن بشرط. قال ما بيننا وبينكم شروط، وما هو شرطك؟ قال أن أخرج منها وأدخل فيك. قال له الشيخ تعال إن استطعت. فقال هذا الجان يا شيخ لو جن الدنيا كلهم أرادوا أن يدخلوا فيك لا يستطيعون، أتعلم لماذا؟ قال له الشيخ لماذا؟ قال لأنك قلت اليوم الصباح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولوها واستعينوا بالله عز وجل. في البداية تكون ثقيلة على النفس، بإذن الله أيام تتعود عليها. أسأل الله أن يحفظكم بعينه التي لا تنام. قولوا آمين.